اهلا بيكم يا اهل شارع النهار الجمال واللزاز. النهارده معانا مدربه تغذيه. معانا ايه؟ مدربه تغذيه يعني نتاتشود. امسك الخشب كده. جدا مش باين؟ الله اكبر عليها. يعني بتعالج الناس عن طريق العصاير الطبيعيه. واللي عرفته من مصادر الخاصه اللي ما رفضتش ذكر اسمها بين قوسين فريق الاعداد، قالوا لي انها عملت شركه اسمها جلو. الشركة دي بتعمل منتجات بتساعد على التخلص من السموم. ومعانا ومعاكم النهاردة أمينة حمدي. دكتور عاملة ايه يا دكتور؟ الحمد لله. الأخبار؟ الحمد لله. ازاي جاتلك فكرة جلو؟ بصي أنا ابتديت أولا يعني من وأنا عندي 42 سنة تقريبا. ما شاء الله ولا يبان. بقول لك نطاط شهود. نطاط شهود يا جماعة. لسه ما وصلت لهمش أصلا ال 42 سنة. يعني بس كده من يعني كتر خير. لا ما شاء الله عليك. فابتديت أدرس التغذية لاني كنت متحمسه جدا، لان اكتشفت ان لما بتاكلي كويس وبتاكلي حاجات معينه غير خالص اللي احنا يعني تربينا عليها صحتك بتتحسن جدا وبيبقى عندك طاقه وبتبقي جلوينج يعني توشعي. فكان عندي العملاء بتوعي كنت بقعد معاهم سيشنز اعلمهم ازاي يحسنوا من صحتهم بكذا طريقه. طبعا في حاجات طبعا لازم مثلا نلعب رياضه، لازم نحسن علاقتنا الاجتماعيه مع اصحابنا مع عائلتنا، الحاجات دي كلها دي طبعا بتساعد على تحسين الصحه وتحسين النفسيه. بس كمان الاكل حاجه مهمه جدا طبعاً. فحاجه بقى لطيفه اللي بتخلي الواحد يحسن من صحته بسرعه هي السموذيز. والسموذيز دي حاجه بسيطه جدا بتتضرب في الخلاط، سهل جدا ممكن اي حد يعملها في البيت، بس طبعا يعني الناس ايه كسلانه شويه. فكنت بعلمهم بقى ازاي يعملوا خلطات معينه بقى بالافوكادو بالسبانخ وفيها فاكهه. سبانخ وفيها فاكهه بس فبتخلي طعمها حلو والحاجه ما بتبانش. فتاخدي التغذيه من الخضار والفاكهه بطعم حلو وبحاجه سريعه وبتاخديها معاكي وانت ماشيه وتقعدي تشربي فيها وتشبعك لفتره طويله من اليوم بحيث انك ما ترمرميش خالص طول فعلا اليوم. ده انا معاكي كتير بقى. اهلا وسهلا. طب بجد طب بدأتي ازاي دكتور؟ فبدأت اني ابتديت اعمل في البيت، كان العملاء بتوعي طب اعملي لنا بقى عشان احنا مكسلين نعمل لنفسنا، ابعتي لنا على البيت كده. فابتديت فعلا اعمل. الاول كنت بعمل في مجات وبقفلها وابعتهم ويرجعوا لي المج واغسلها وابعتها لهم تاني. مجات ازاز كده لذيذه. وبعدين الموضوع بقى كبر فشفنا بقى مصانع ازاز في مصر وشفنا بقى الليبلينج وشفنا يعني وبقى عندي شركه. طبعا من الاول خالص الشركه معايا. سوري يا شركه. موجودين احنا. سلام سلام فريق لو. لا انا من غيرهم لا اساوي شيء. فطبعا عندنا حد بقى متخصص في الاي تي، حد متخصص في الانتاج، حد متخصص في التغذيه، حد متخصص في الفاينانسز. فكل واحد كان ماسك بند من البنود عنده حاجه معينه. يعني من غير التيم ده لا نساوي شيء. ده حقيقي. فبدا الموضوع وعملت بقى الريسيبيز وابتديت بقى اوزع على الناس ديليفري. وبعدين دلوقتي بقينا موجودين في سوبر ماركتس كتيره جدا الحمد لله. فموجودين الحمد لله والناس مبسوطه يعني. طب يا دكتور ما حدش قبل كده طلب منك؟ انا مش دكتوره. ماشي. امينه. حد قبل كده طلب منك؟ هقول لك يا دكتور. وانا برضو صح. تحسها دكتوره كده. محترمه كده. دكتوره كده. مدربه مدربه. حد قبل كده طلب منك عصير حاجه غريبه؟ عصير باذنجان مثلا. والله الباذنجان ما يتعسرش بس افكر. حلو. افكر هرسه والله حلو الباذنجان. الباذنجان مفيد جدا جدا جدا. حديد السنين. جدا جدا. اصل ليا واحد صاحبي بيحب الباذنجان قوي. لا صح. انا بحب الباذنجان. بس لا ما عملناهوش عصير افكر فيها. وعندي بقى معلومه. كانت تيتا زمان تقول اول ما تشوفي الباذنجان كلي منه لا تتنكدي. ما اعرفش ايه الموضوع ده بس لازم كنت اول بقيت كل ما اشوف اي بتنجان يا جماعه حتى لو ني اخد منه قطمه. اكيد بيرفع من الروح المعنويه. في حاجه اكيد في حاجه لان في حاجات كتير مفيده جدا وفعلا بتدي سعاده من غير ما نعرف زي الشوكولاته مثلا الكاكاو الخام. طب من غير سكر. نتكلم بقى عن السموزز دي قوي قوي. خلاص نبتدي بقى. عايز ايه بقى؟ عايز ايه يا سلطان؟ اوكي. واحده واحده كده بقى وبالراحه. كل واحد ياخد وقته. هشرح لكم عشان كل واحد هياخد وقته فعلا وندوق براحتنا. ثانيه واحده هشرح لكم.
السلاح بتاعي جاهزه. واحنا في اللون اللي جبنا سيره الكاكاو الخام، هشرح لكم عن الشوكولوكو بتاعنا ده. شوكولوكو الله حلو قوي. شوكولوكو عباره عن كاكاو خام وموز وافوكادو وحبوب الشيا. موز من افوكادو وبذره الكتان. نسيت اقول لكم ان كل حاجاتنا معموله من لبن اللوز، ما بستخدمش البان، وعسل خام، ما بستخدمش سكر، ومفيش مواد حافظه. لبن اللوز، طب بتحلبوا اللوز ازاي؟ لبن اللوز بيبقى عباره عن بيبقى لوز منقوع في ميه، تمام، قبلها بثمان ساعات تقريبا، وبعد كده بيتشطف، وبعد كده بيتحط عليه ميه جديده فريش، وبتتضرب في الخلاط وتتصفى، يبقى لونها ابيض زي اللبن. طب ليه مش بتحطي لبن طبيعي؟ الناس كتير عندها حساسيه من اللبن. اوكي. ناس كتير جدا، يعني ممكن نبقى مش مدركين كده، يعني ناس كتير، الناس اللي طبعا لو حد نباتي ده الناس اللي بطنها منفوخه على طول كده، ممكن جدا تبقى من اللبن. من اللبن. فانا عامله الموضوع ده صحي جدا، وعايزه يعني ان ما يبقاش فيه اي معوقات لاي حد ان هو يشربها. حلو. فمنعت الالبان ومنعت السكر، وبستعمل عسل خام. حلو. وممكن جدا. كمان لو حد طلبني دليفري وعايز من غير عسل خام، بنشيل العسل. تمام. حلو قوي. في ايديكوا كل حاجه. بالظبط. ايه بقى الفليفرز الحلوه؟ بس الفليفرز الثانيه بقى، في ده سموذي، ده سميك فبيشبع. تمام. اوكي. في حاجات اخف اللي بيشبع. اوكي. وانت بتحب الافوكادو قلت لي، فكده شوكولوكو. ايوه. في بقى حاجات اخف شويه، زي مثلا الرمان. الرمان ده كولد بريست، يعني معصور على البارد. جميل. الفرق بينه وبين مثلا الرمان لما بنضربه في الخلاط، الخلاط فيه سكاكين، المعصور على البارد بيعصر الفاكهه من غير سكينه، فبينزل خلايا المفيده لينا من غير ما يتقطع. فالخليه بتاعت الرمان كامله. طب ما تاخدي بقك. الناس كلها حلوه قوي. حلوه قوي. بجد؟ بجد؟ لا لا لا، شوكولوكو حلو. حط الشاليمو بتاعتك هنا. طب ما انا امسح. حلو قوي. امسح ايه بس؟ شوكليت، يعني شوكليت. خرب بيت الشوكولاتة. ازاي ازاي نشتري الحاجات دي طيب؟ موجوده في سوبر ماركت كتير. بجد؟ استنى بقى، هقوم ايه رايحين. هقول لكم فين. عشان الرمان ده مفيد جدا. الرمان ده فظيع. وبعدين سبحان الله، هو بيجي في موسم معين وبيخلص. وسبحان الله بيجي في الموسم اللي احنا بنحتاجه فيه، يعني ربنا بيطلع لنا الفاكهه الموسميه في الموسم اللي احنا محتاجينه. يعني الرمان مثلا بيجي في الوقت اللي هو بقى قرب الشتاء، لانه مليان مواد مضاده للاكسده، بتحسن الصحه وبتزود المناعه. حلو قوي. فالجو بتاع اليومين دول بتاع الهواء والسقعه والتراب والحاجات دي، فمحتاجين حاجات ايه تزود المناعه. الرمان من اكتر الحاجات ده برضو. هكمله. اتفضلي. عندي سؤال. هل حضرتك يعني الفاكهه الموسميه بتعمليها بالمواسم بتاعتها ولا بتخزني؟ بصي، في حاجات وحاجات، يعني المانجا دلوقتي اصبحت موجوده طول السنه، فبقيت اشيل، يعني احطه في الفريزر وبيستخدم يعني مده طويله، برضو بيجي وقت وخلاص ينتهي. الباريز مثلا دي مستورده، توت بس مستورده. بحاول على قد ما اقدر استعمل الفاكهه والحاجات الموجوده في بلدنا، لان برضو سبحان الله ربنا لما بيحط فاكهه وخضار معينه في بلد، يبقى البلد دي محتاجه الفاكهه دي. يعني مثلا دايما تلاقي في الصحراء بلح. البلح ده مهم جدا للناس اللي ساكنين في مناطق حاره. قصه برضو قبل كده، ان في ناس جالهم مرض معين، ولانهم حد قال لهم قبلها ان ما ينفعش تاكلوا سمك. هم اصلا مدينه ساحليه وكده، فالبلد كلها جالها المرض ده. دي كانت معلومه غلط، لان هم كانوا يعني على البحر ومفروض ياكلوا السمك. فنفس الحكايه في طب ايه انسب عصير اشربه قبل ما اروح الجيم، قبل يديني يعني طاقة؟ بص والله انا كلهم، بس انا الشوكولوكو انا بالذات بحبه جدا. عايز دوق تاني ونفس الوقت هو موجود برضه في الايد. انا باخده دايما قبل ما اروح التمرين بتاعي، وفعلا بيديني طاقه، وبحب الحجم الصغير ده. احنا عندنا ثلاث احجام، عندنا 250 وعندنا 400 وعندنا 500. دول شوربه على فكره. بس شوربه. هقول لكم عليها برضو. دي الشرب كلها فيجن. لا، بتتسخن وتتشرب سخنه. حلو. في بروكلي، في شوربه كوليفاور. جدا. جدا.
والكوليفلاور اللي هي القرنبيط، الباترنات سكواش اللي هو القرع، الفيجن حريره. انا يعني بتمسح في الحريره، الحريره طبعا مشهوره باللحمه وكده، بس هي طبعا فيهاش لحمه، هي فيها عدس وجزر وبطاطا وحاجات مفيده جدا. شتا دي كله شتا شتا شتا. طب اسعارها في متناول الايد؟ الى حد ما. هو طبعا الانجريدينتس بتاعتنا طويله شويه، غاليه شويه غاليه شويه، لان كل حاجاتنا طبيعيه. الحاجات اللي بتبقى رخيصه بتبقى ميه وسكر كونسنتريت مش عارفه ايه، فاحنا حاجتنا فاكهه حقيقيه وحاجات كلها يعني فيري فيري كلين. ف باين والله. بالظبط. ف الرمان ده عايزه اقول لك اورجانيك يعني، ما ترشش عليه مبيد. طيب امينه، انت مش بتفكري تكبري المنتجات، تعملي حاجه تانية اكبر؟ خلصت الموضوع؟ احنا خلصتي ابلغتي. ايه ده، ده بسرعه جدا. جربي بقى الفينا كولادا. الفينا كولادا عباره عن لبن جوز هند واناناس وعسل خام. انت حطه وجرب حاجه تانية. عشان انا هخلص. لا بس الرمان بقول لك ايه، حوار الرمان حوار. رمان تاني اهو. طيب لا ممكن افوكادو. انا واحد ده في افوكادو بالاناناس والكيوي. ده كيل، حاجه شبه السبانخ، اسمه كيل، مفيد جدا، مليان حديد وكالسيوم. بالمانجا، فطعم المانجا طاغي، ما بتحسيش بطعم الاخضر. دي يا سوري، دي ايه ده؟ اول ما هتلاقي كله اكل حاجه مفكرة خزيني بقى. ما تقلقش، انا شايله لك الجوافه بتاعتك يا قصقص. الجوافه اهي شايلها لك والله. اتفقنا على ايه يا عم جاري؟ ما كنتش قلت لي انت. الاطفال بقى طبعا بتحب جدا البينك ليمونيد، الجوافه، البينا كولادا، الحاجات اللي هي ايه مش جايه ناحيه الخضار خالص. اي الوان هم بقى، هم عايزين، والمانجا، الحاجات دي. انت قلت لي اكبر. احنا ناويين ان شاء الله نعمل سلطات خلاص قريب جدا، هنبتدي وبنتوسع يعني شويه بشويه في مجال الحاجات الصحيه شويه بشويه. حلو جدا. الحمد بجد لله. ما شاء الله عليكم. طيب بالنسبه للكالوريز، الكالوريز بصي، الكالوريز عامه انا مش بهتم بيها قوي، لان طول ما انت بتاكلي اي طول ما انت بتاكلي اكل حقيقي وبتاع ربنا طالع من الارض، يبقى ما تخافيش من الكالوريز. صح. بجد محدش يحسبها. بالظبط، ما تقعديش تحسبي كده. حد عزيز عليا احلى حاجه في الحاجات دي اديها له بعد اللي بينا كولادا. خلاص يا عم جوهري، بينا كولادا. بينا كولادا بجد يا دكتور. احنا اتبسطنا معاكي قوي، ربنا يخليك، شرفتينا. واحب اشوفك تاني يا دكتور امينه حمدي بجد، يا رب تجلوي علشان نشرب عصير طبعا ونشوفك طبعا. ان شاء الله يعني كل ما نشوفك على البرنامج بعد كده. بس يعني العصير بيحلو. ايوه بالظبط. ميرسي ذوقك، ميرسي ليكي ويجنن. الله يبارك فيك. فعلا 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 الرمان، انا دقت الرمان بس بالنسبه لي دلوقتي تحفه تحفه تحفه. ثانك يو سو ماتش. الحلقه الجايه يا جماعه هتلاقوني طالع بيها الحلقه الجايه برضو ماسكها كده وقاعد. ان شاء الله. رائعه بصراحه. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك، والف مبروك على الشو الجديد، وان شاء الله ناجحين. ثانك يو سو ماتش. هنروح فاصل وهنرجع لكم جري بسرعه جدا. سمعونا حاجه للدكتور. اتوبيس بيتوزع ورق عن مزيل ريحة العرق، ومدرسين خصوص علوم ومراكز تخسيس على كل حيطة في الاتوبيس، علاج مواسير وعلاج أرق وعلاج حب الشباب، ودار أيتام روض الفرج، ومحل كفتة وكباب، ومربى بالفواكه وعصير بالعناب، وشيبسي بالبقسماط، وهو كله اعلانات.